أيام المهنية أو موعد برو دايز سنويا ينظمه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بهدف تقريب متدربيه من عالم المهنة وضمن مسارات التكوين. اليوم تم بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب التكوين المهني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ريبورتاج ميلودي زين الدين والتحرير لياسيل جويندي. هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل البرنامج الجديد أكاديمية الكفاءات من أجل خلق قناة بين شبكة الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا في مجال التكوين لفائدة المتدربين والفاعلين المهنيين من مختلف القطاعات. تفعيل برنامج جديد اللي هو إميغو أكاديمي اللي هو أكاديمية الكفاءات اللي كتصبوا أنها تربط الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج بشكل عملي في الورش ديال التكوين اللي تلقوا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لنقل الخبرة ديالهم المعرفة ديالهم. هذه الاتفاقية تدشن انطلاقة النسخة الثالثة من الأيام المهنية بهدف تقريب متدربي مؤسسات التكوين المهني من عالم الشغل وكذلك من فضاء الفاعلين المهنيين. نسخة هذه السنة تأتي تحت شعار رقمنة المهن تحدي المستقبل. نسخة هذه السنة تأتي في سياق دعم التكوين الرقمي وملائمته مع تداعيات الوضع الصحي، وذلك في إطار رقمنة المهن وتحدي المستقبل. وسيتم في إطار هذه النسخة تنظيم أزيد من 20 ندوة رقمية من تنشيط مهنيين من مختلف القطاعات. مشاركتنا تنحصر بالأساس في مساعدة المتدربين وخريجي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إيجاد فرص العمل. وتم توزيع الجوائز على المتفوقين من خريجي مؤسسات التكوين المهني في إطار هذه الأيام المهنية التي ستستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري.